فجر حسام الأطرش الرجل الثاني في حركة نور الدين الزنكي وعضو مجلس الشورى السابق في هيئة تحرير الشام مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف عن اقتراح قدمه زعيم فتح الشام والقائد العسكري في الهيئة حاليا أبو محمد الجولاني بخصوص فتح علاقات سياسية مع إيران. وشهدت الأسابيع الماضية توترات متكررة بين حركة نور الدين الزنكي التي انشقت عن هيئة تحرير الشام قبل عدة أشهر وباقي مكونات الهيئة على خلفية أحداث بلدة تل عادة. ومؤخرا اتهمت الهيئة الزنكي باختطاف قيادي في صفوفها وطلبته بإطلاق سراحه.